لانه كلامنا ده لا بتلقاه في التلفزيون السوداني، لا بتلقاه في البصيره لا في العميانه، ما بتلقاه في اذاعه ما البصيره، لا عميانه لا بصيره، ما بتلقى فيها كلام زي ده. ها واذاعه شنو؟ اذاعه نور، اذاعه نور ده اليوم يا اخ بيتكلموا، جايبين واحد بيتكلم قال نوريكم مميزات الجمل، الجمل بيشرب جيركانه، جيركانتين هذول ما تقوم على حيل الجمل شنو يا ها؟ قال نوريكم مميزات الجمل ساعه كامله، الجمل لانه رقبته طويله وفيه ثلج عالي وما عارف بيرقد كيف يا هذول يا الناس يا اخ بالعوار وقع في شرك جمل شنو يا اخ؟ جمل شنو يا اخ؟ ها؟ دي قناه تدعى لها قناه نور ما تقع احمد الامين اسماعيل ولا غيره ها؟ وقناه البصيره كله زي ما قال ها الشيخ شاي الصباح شاي المسا شاي الزلابية شاي شنو؟ شاي شنو يعني؟ الناس فاقده توحيد تلاقي القنوات قناة أم درمان والقنوات الثانية دي كلها القنوات دي كلك حلو أبدقن وبسروال كله ها ما في توحيد قنواتي ما فيها توحيد نهائي لا تلفزيون ها لا غيره ها إلا قناة ها تجي كمان النيل الأزرق دي بتنشر الشرك عديل جايبين في هذه القناة حفيد الكباشي يقول جد الكباشي يقول للشيء كن فيكون دي قناة دي غنى فهذه ده كله كلام باطل ها هذه الحلقة بتلقى بإذن الله فيها التوحيد الواضح ها لأنه نحن لا تابعين يا جماعة لا حزب لا طريقة تابعين للرسول عليه الصلاة والسلام ما عندنا هذول كلهم بيدعوا لحزبية ولطريقة كلها وربنا قال دي صفات المشركين دي صفات مش انت مشرك دي صفات المشركين ها التحزب والتشرمز والجماعات ربنا قال لك دي ما في الدين من شيء إن الذين فرغوا دينهم لست منهم في شيء ربنا ما منهم ها وربنا قال ها ولا تكونوا من المشركين ياتون من الذين فرغوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون ها فالأحزاب دي ما بتوريك توحيد كل ناس بدعوا له لشيخ ولطريقة ونحن هنا بهذه الحلقة بتوفيقا من الله سبحانه وتعالى وندعى الله يكون الكلام ده خالص لله عز وجل لأنه لو ما كان خالص برضو ما ينفعنا برضو حيكون شنو حيكون ساي يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم فالأمة هنا في السودان بالذات الواجب على الدعاة دعاة التوحيد عرفت كلمة تبلغ الناس وبالدين الواضح وبالدين بالكلام الواضح الناس يفهموه في السودان هنا ما في ذول بيعبد فرعون ما في ذول بيعبد ابو لهب معروف الناس اللي بيعبدوهم منه برعي صايم ديما لذير قاب توريهم ديل الجماعه ديل البازاميون لانه الناس عبدوا ديل عبدوا ديل الناس فاليوم كثير من الناس يقول لك واحد سلفي عديل عامل فيها سلفي ديقن ومقصر يقول لك يا اخ طوال البرعي طوال صايم ديما ما اشوف حاجه غيره لا اشوف منو يطلع يعني ما هو ذات ما في غيره ها لانه انت مرضان ذاتك انت ذاتك تجينا مرضان لو ما مرضان ولو عرفت الدين صح تقول لي اذكر البرع ده في كل ثانيه لانه البرع ضل الناس ابتقين ذات خلي غيره ابتقين ذاته لما تذكر البرع طوالي يقول لك هالبرع طوالي يا ما عندك شغله يا برع يا بالله يا سلام ما عندنا شغله يا برع اصلا شغلتنا هي شغلتنا في البرع وفي انت المتميع ده ما بخليك لا البرع لا غيره ها انت المتميع ذاتك هل ما داير البرع ده ها ما بدنا خليك لانه في ناس لحد الان يقول لك البرع ده يا اخ ما بيناتنا عداوه والكلام ده قالوا حتى جماعه انصار السنه منهم شيخ ذات الهديه قال انا بحب البرع قال انا بحب البرع عادي كذي انا سمعته وشفته صوت وصوره شفته عادي جابوه في قناه ها مقدمه عمر الجدلي قال انا ما عندي عداوه مع الصوفيه وبعدين وقال انا بحب الشيخ البرعي وجابوا مدحه البرعي والهديه ذاته قاعد جايبين صوره البرعي بي جاي والهديه بي جاي بالله ها ديل اهل توحيد ديل معقول ها ديل سلفيين ديل سلفيين ديل سلفيين والكلام ده ما قالوا ما ها قالوا زمان عشان كده والله تستغرب لما تلقى دول يدعي السلفية ويمدح لك الصوفية والله تستغرب والله بطنك تطم عليه هو أكثر من الصوفي ليه؟ لأنه عارف الصوفي ده مرضان وعارفه بدعو للشرك وما بدعو له ما بشكل له صوفي في سبحة زايد بشكل له
صوفي بجاكومة، صوفي كبير ده على الشرك، ها بيشكروا بيشكروا. عشان كده الإمام مقبل كشف الجماعة ده الزمان، ونختم بهذا الكلام. الإمام مقبل رحمه الله، مقبل ابن هادي الوادعي أبو عبد الرحمن، قال زمان قبل 25 سنة، قبل 25 سنة ها زمان أنصار الله كانوا قوين، كان بيسمون أنصار المال وأنصار البدعة. طيب لو حضروا اليوم يقول شنو ده؟ زمان زمان كان بيجيب عكاكيز وكان بدق الراجل الذكر، زمان كان بيسمون أنصار المال وأنصار البدعة، عشان ما تستغرب أنصار سنة. وأنا مش لأنه عارف حتى واحد من أنصار سنة قاعدين يبعي لي كده، أنا مش عارف عارف حتى واحد من أنصار سنة بعي لي كده، أنا مستغرب عارف عارف. ولقى الطيب ده جنه أنصار سنة، جيني أنصار سنة ذات، لا لا أنا أنصار سنة ما يعودين، ما عندي معهم مشكلة في طين، قاعدين أنا شايفهم بيجاي وبيجاي، واحد قاعد بيجاي واحد بيجاي واحد، ما بعناك أنت لا، واحد ثاني قاعدين قاعدين حتى هنا قاعدين، واحد تلقاه عامل فيها بيضحك وبيجاي تضحك والله ما بخليك. ونسأل الله أن نرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا، وقدم الشيخ محي الدين.